السلام عليكم. المرسلة أختكم بالله أم محمد من الوشم مرات، تقول في سؤالها الأول: إذا كان عند المسلم مجموعة من المصاحف وهو لا يقرأ فيهن جميعا ولكنها في المجلس، فإذا جاء أحد من الأقارب تناول مصحفا وأهل البيت يقرؤون في مصحفين فقط، فهل نأذن بذلك؟ وهل ينطبق علينا آية الهجران وهي قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ لا بأس أن يكون عندكم عدة مصاحف ولو لم تقرأوا بها كلها، وليس هذا من الهجران. الهجران هو ترك العمل بالقرآن أو ترك تلاوته. الهجران أنواع: أولا هجر تعلمه وتعليمه، ثانيا هجر تلاوته، ثالثا هجر تدبره والتفكير في معانيه، رابعا هجر العمل، هجر العمل به، خامسا هجر الاستماع إليه إذا قرئ، سادسا هجر الحكم به بين الناس. هذه أنواع الهجر للقرآن على سبيل الإجمال والاختصار، وليس منها أن يكون عندك مصحف ولا تقرأ فيه. لكن إذا كانت عندكم مصاحف زائدة عن حاجتكم، فالأولى أن تبذلوها للمحتاجين الذين ليس عندهم مصاحف، تحسنون عليهم بها، أو تجعلونها في المسجد ليقرأ بها من يكونون بالمسجد، ويكون لكم الأجر في ذلك. نعم.